وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. اللي يجيو عرسوا يقترح عليهم العدل يقول تحب الاشتراك في الملكية ولا كل حد وملكه؟ فما اللي يقول نحب الاشتراك في الملكية، فما اللي يقول لا كل حد وملكه. وياني رأيي كل حد وملكه خير. وتنقل لكم علاش، لأنه وقعت برشا مشاكل وندموا على الشيء هذاك. إيش معناته هو اشتراك في الملكية؟ كيف يبدأ مثلا راجل عنده دار ويحط اشتراك في الملكية، تولي هي زوجته عندها فاشطر، مجرد ما عملت العقد ولت عندها فاشطر. إذا كان زاد هي عندها دار، مجرد ما تكتب الزاق يولي زوجها عنده فاشطر. مش هودي ابتداء من العقد، ابتداء من نهار تكتب الزاق. كان راجل الاشتراك أو في الديار برك، مش في حواج أخرى، مش السيارة يولي بشطر ولا الغرس يولي بشطر، في الديار برك، في العقارات، في المسكن هكا وفي المسكن. كان الراجل عنده مسكن، مجرد وحطوا قبل الاشتراك في الملكية، هي قبلت هو قبل، يولي بمجرد معمل العقد ولت عندها شطر في الدار. إذا كانت الدار تسوى 400 مليون، عندها 200 مليون، كيف يبيعها مثل يعطيها 200 مليون؟ ولا كيف يتوفى هو؟ هي هون عندها شطر وتزيد تورث في الشطر الاخر. اشطر هكا بتاعها وزيد تورث في الشطر الاخر، فهمت يعني؟ والعكس زاد صحيح، تبدا زاد عندها دار يولي هو عنده فيها شطر، وكيف توفى هي يزيد يولي يورث في الشطر الاخر. وهذاك الشطر ما يشاركوا في حد من الورثه، خاطر استحقوا بمجرد ثلث الزام. هذه علاش ماهيش باهيه؟ ساعات من الاول يظهروا لهم متوافقين ويحبوا بعضهم ويحلوا البعض في الجنة ذراع، وبعد يولي يفك يدي من شوشتك. كيف يولي يفك يدي من شوشك ويتخاصموا، تقول يا ليتني يا ليتني ما شاركته في الدار. خسارة، شطر الدار مشات كيف كنت نظن فيه الخير، شوية طلع الغالب عليه ومشالي مش طاير الدار، يا ليتني ما عملتها الاشتراك في الملكية. هو كيف كيف اذا طلعت الزوجه ماهيش كما كان يتمنى وكذا، وظهرت استغلاليه وكذا، يندب يقول يا ليتني على هالعمله. هذاك علاش قلت لكم هذه ماهيش باهيه. احنا نقولوا لو كان هما باهيين والزوج يخافوا ربي ومنسجمين، الواش هما يكتبوا فيه كثير باش طاروا من كي دي، ما قال ايش فلوسك وفلوسي مع بعضنا، والدار هذه نحسبها دارنا الاثنين، والغرس هذا نحسبه غرسنا الاثنين، والسياره هذه سيارتنا الاثنين، ما رغم اللي هي يعني شريتها اما ما نحسبهاش ملكي، ملكنا الاثنين. ما يجيش هكا، هو يجي كتب كتيبه، حتى تجرب سيدي تجرب، ولقيت المراه ماشيه معاك بالقدا بالقدا، بارا سايبه لها كل شيء. مش شرط في الزمن، ولهذا انا نقول كل حد وملكه خير. وبعد إذا كان تفاهموا ينجموا يعني يتنازلوا لبعضهم كما يحبوا زاد. إيش بينا إحنا من ولي وبهين كان ما نعملوا عقد كل شيء بشطر هكا علاش؟ خاطر الواحد الواش يربط في روحه، وأنت ما تنجمش تعرف بعد هكا الراجل مش يكون صالح بيك ولا لا، ومش يقعد به كما لقيته قبل الزواج، ولا مش تقلب عليه. وتدري برشا راهم يعني يقول لك راني، يقول الراجل راني نحبك حب كبير الى درجه، وكان يسكنوا حتى في خيم ولا في قيتون ما يسالش، وكان ياكلوا حتى الخبز بالماء ما يسالش، وبعد هكا الكل تقلب. ولهذا ما تقيس الا ما تقيس، خذها هذه التجربة هي اللي تبين. في الأملاك اللي تتشترى بالنسبة للزوج، في الأملاك اللي تتشترى بعد الزواج. أي. في الأملاك. في الأملاك مثلاً كما قلت لك هيك دار سيارة أي حاجة. ما هو في النهار الزاد معناها يحطوا اشتراك في الملكية. كي ما هو حق. عندها الحق ولا ما هو لا هذا تمشي العدل وتسهل، قول له الاشتراك في الملكية أعطيني بالضبط كيفاش.
تو يقول لك في كذا كذا وما يمشيش في كذا كذا الى غير ذلك. تو يقول لك خاطر ما قريتوش القانون نتاعهم خاطر ما يهمنيش. قريتو اما شفتهم اول ما يركزوا على العقارات، اذا كان الراجل عنده دار تولي شركه ولا المراه عندها دار تولي شركه. في الحوايج الاخرى زيدوا ثبتوا انتم شنو الحاجات اللي يشترك فيها اخرى. اما هذا حد علمي الان اشتراك في العقار. به وانا ديما كيف يطلبوني من النصيحه اقول لهم ما تدخلوش هذه في الشراكه نتاع الملكيه، خاطر بعد احتمال واحد منكم يندم ولا تندموا الاثنين، وقليل اللي مش يقعدوا منسجمين كيكه وباهين مع بعضهم، وهي تلقى فيك تلقى فيك الزوج الصالح، هو مش يلقى فيك الزوج الصالحه كما يعني كما يقول القران وكما تقول السنه، يعني قليل قليل اللي مش تعدوا كيكه زيت فوق الماء، هكم برك ما يندموش. اما قولي لي واش الواحد يربط روحه وين يدري على المستقبل؟ وين يدري على الانسان راهو يتقلب ساعات؟ ساعات يبدا به من الاول وبعد يتقلب، وساعات مثلا يتبع اصدقاء السوء يقلبوه مره واحده. يكون مستقيم يصلي ولا يشرب الخمر. موجود هذا موجود موجود. فما اللي يقلبوا له نهيته يعني. يبدا انسان ما عندوش شخصيه وماهوش هكا القوي في الايمان وكذا. ينجم يتبدل بين عشية وضحاها. يعني قداش من واحد اختم القرآن يعني يحفظ 60 حزب وبعد لا عاد لا صلاة لا شيء كذا، خذته الدنيا كيف تحصل على الأموال وكذا وكذا، تشغب وكذا وترك كل شيء يعني. تقعد بها تقول كيفاش كان عصفور المسجد يعني، كان حمامة المسجد وبعد أمور الدين كل هذه مع الشعب بها بكل. ينجم يتقلب الإنسان راه. علاش يقولوا اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، لان القلب بين اصبعين من اصبع الرحمن يقلبه كيف يشاء، هو سمي قلب لانه يتقلب. هكا علاش يقولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا ديما نسالوا الثبات خاطر القلب يتقلب راه. هكا علاش نقولوا في الزواج الانسان يحتاط مليح، وزواج العمر له تدبير السنين، ما يعجبكش هكا جمال ويعجبك هكا انسان والحرير وكذا، الا مع الاقل قبل الزواج تختبره عام ولا عامين وتسال عليه الناس هل مخالطين ولا كذا، وشنو معاملته مع الناس في الامانه في الصدق في كذا في كذا. فمش واحد اشكى منه كلاش اموال الناس بالباطل، عملش مشاكل مع الناس، عندوش قطع رحم، عندوش عقوق والدين، اسال على هذا الكل. تحبك عام ولا عامين؟ قلت زواج العمر اللي تدبير السنين. هاك الوقت وقت تلقاه ديامونت، هاك الوقت يقدم. هاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فان العرق دساس واياكم وخضراء الديمن. قال شنو هي خضراء الديمن؟ قال المراه الجميله في المنبت السوق. عائلتها ومالها الكل شيء ما يصلح، لا رب لا ربوها على دين ولا على اخلاق، لكن جميله على ما سمعها يتبهر بها. قال بعد يقعد يقاسي. وكيف كيف زاد اياكم الرجل لك لسانه يغزى الحرير وكذا، ونعيشك كالملكه وكذا وكذا وكذا، وبعد يضرب ويشب ويرد الركن. يعني تقلب ساعات من الاسبوع الاول من الشهر الاول ترى منه العجب يعني. ولهذا الزواج راهو مش لعبه، الزواج خاطر مستقبل تاع حياه كامله. والمرأة هي جنة الرجل أو نارها، والراجل زاد هو جنة المرأة أو نارها. كانوا متقين مش يسوقها يقودها للجنة، وكانوا منحرف مش يقودها للنار، والعكس زاد صحيح. ولهذا الإنسان في الزواج مش يختار جنته ولا ناره. ولهذا خاصة اللي مازالوا ما تزوجوش ننصحهم باش يتريسوا بالقدا. ولهذا وين يجوني يشكيوا لي زوجه وزوجه، ولا زوجه تشكي من زوجها ولا زوج، نقول لهم بالله في الاختيار اخترت على اساس الدين والخلق والدين كما قال. قل والله لا، بويا وامي فرضوا علي. قلت هاك هاك تروا العاقبه، ما دام ما خليتوش على اساس الخلق والدين هذيك هي العاقبه. في الاخر شكوى، وفي الاخر ربما طلاق، وفي الاخر يعني عرك وخصام وكذا. وين ديما نسال السؤال هذا بالله، انت يا اللي تشكي من زوجتك اخترتها على اساس الخلق والدين؟ قل والله لا، انما عجبني جمالها. بس لك ساحه، انا بنتي كانت مخطوبه لواحد، وكل واحد هذاك انا ما
مش مرتاحه لي ولا وهي شدت فيه صحيح. هي حابته ويحبها شدت صحيح. وقع الزواج ولا وقع؟ لا. الحمد لله. الحمد لله. بعد ذكر كل مش على روحه وحده وحده. خاطر شنو هنا دور الوالدين؟ الوالدين عندهم أكثر تجربة وأكثر خبرة وكذا، دورهم النصح. يا بنيتي ما نصحكش باش تاخذ هذا. الحمد لله جهة ما شاء الله. أيوا الحمد لله الحمد لله. شفت يعني حسن الاختيار يعني عنده دور. هي وكان شد تصحيح وخليت كلامك علي رأيت قاسي تاني. رأيت قاسي وربما تشوفوه هذا كيف يأخذ مراش مش يعمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. به أهم حاجة في العشر أيام الأخرانين تاع رمضان التهجد. التهجد مهم، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه قيمة كبيرة ويستعد استعداد كبير، يشد المأزر يعني يتحذر. ما احنا نقولوا ساعات كيف واحد يشنشق من ذا في حاجة يقولوا تحذر، تحذر من الخدمة، تحذر كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يتحذر من التهجد، يشد المأزر يعني كناية على استعداد الكلب، مش هو برك ويقوم حتى أزواجه وأهله كل قوموا ومع يقرب حتى زوجة من زوجاته، حتى الجماعة يتركوا. يعني كان هي فترة تعتبر اعتكاف لله عز وجل، فترة طاعة لله عز وجل. الإنسان ينسى كل شهواته بتاع الدنيا. هذايا بالنسبة للإنسان اللي يحب يغنم من شهر رمضان ويحب يعني يكسب عمر جديد آخر في شهر رمضان. هك العشر أيام هذيك يخصص أكثر ما يمكن لطاعة ربي سبحانه وتعالى، وأهم حاجة التهجد، لأن ربي قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود في أعلى الفردوس، واللي يحب يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هالاجتهاد هذا. التهجد تعودنا احنا في مساكن في العشرة الليالي الاخرانين، هاو اضبطهم ابتداء السبت يعني غدوة ما هو 20 رمضان، غدوة ليلة 21، السبت ليلة 21 ولحد ليلة 22 والاثنين ليلة 23 والثلاثة ليلة 24 والاربع ليلة 25 والخميس ليلة 26 والجمعة هذيك ليلة 27 وزيدوا السبت ليلة 28 ولحد ليلة 29 والاثنين ليلة 30، خاطر ما حاطين في اليومية العيد بالاربع، نجم يكون بالاربع نجم يكون بالثلاثة انت و باهي. هذوما 10 ليالي في الحزبين يجيو 40 حزب. تعودنا احنا نعمل 8 ركعات، كل ركعة بربع حزب، يعني كل ركعة فيها 80، يعني ركعتين فيها نص حزب، يولي ركعتين ركعة الأولى 80 وركعة ثانية 80، 4-8 مو نص حزب، يعني ركعتين نص حزب، 4 ركعات يولي حزب، 8 ركعات يولي حزبي كيك تقسمها. وجربتهم يعني بكري برك، عملت تجربة قراءة معتدلة كمك الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، بالطريقة هذه لا هي سريعة ولا هي بطيئة، تقعد ربع ساعة وعندك 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود ومعهم دعاء. ضبطتهم لقيتهم يجيوا 15 دقيقة، يعني بحيث 8 ركعات يجيوا ساعة. إذا كان كل ركعتين ربع ساعة، 4 ركعات نصف ساعة، 8 ركعات ساعة، يعني ألا مش يقوم باش للسحور والتهجد سويعة ونصف يقوم قبل الفجر. إذا كان الفجر قولوا 4:30 تقوم الثلاثة. تقوم الثلاثة، كي تقوم الثلاثة تعمل لك السويعة هذيك التهجد وربع ساعة تسحر فيها وتخلي دريجي من الفجر والحاجة. حتى تو الوقت الحاضر الفجر يذن 4:39 وصحوا في الدار سيدي. في الدار أفضل، اللي نجم يتشجع في الدار أفضل، هكا اللي ما نجمش يتشجع ما يتشجع كان بالجماعة يجي للجامع، أما هو في الدار أفضل.
حتى بالنسبة للرجال، حتى بالنسبة للرجال في الدار أفضل. لكن علاش؟ خاطر فما ناس اللي ما يتشجعوش، هكا علاش احنا نعملوها في المساجد باش نشجعوا الناس، خاطر فما اللي يتشجع في الجماعة ولكن كيف هذا وحده يبخل، أو باش يجي يصلي ثمانية يقول أي أربعة في البركة، أي ركعتين في البركة، الشيطان يبخلوا، لأن ديما الشيطان من الاثنين أبعد من الواحد، ومن الجماعة أبعد. وهكا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاثنين أفضل من الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من الاثنين، وصلاة الأربعة أفضل من الثلاثة، وكذا. قد ما تزيد الجماعة الشيطان ما عادش ينجمهم. هكا علاش ماذا بينا احنا زاد نعمروا المساجد وباش هكل ما عندهمش الشجاعة باش يصلي وحده، هاني يصلي في جماعة يتشجع. أما اللي عنده شجاعة باش يصلي وحده وعنده صبر وكذا كيف يصلي، علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باش ما نجعلوش ديارنا قبور. شنو دار قبر؟ ما فيها الصلاة، كذا ما فيها الصلاة هي شبه القبر يعني، نعمرها يعني وننورها بالصلاة. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم باش يكون جزء من صلاتنا في ديارنا، ما تكون صلاتنا كلها في المساجد، الفرائض خاصة في المساجد، أما النوافل ديما في الديار أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في داره ويقوم الليل في داره، وهكذا يعني في رمضان هكا التراويح صلى بهم ليلة ولا اثنين كذا باش يشجعهم، وبعد ولا يصليوا جماعة يعني كما يقولوا التراويح مساجد يصليوا جماعة في المساجد، هذاك تعمير للمساجد ودعوة للناس هكا جاوا يصليوا الفريضة باش يزاد يكملوا يصليوا التراويح، لأن فما اللي في داره يبخل في عم صلي 20 ركعة، أي 10 ركعات باش ما يفوتش المسلسل. يعني تلقى يبدأ له شغل في الدار مش كلمة في المسجد. به هاك ما عرفته، وكل قدير وقدره، قال ما ينجمش 8 ركعات على الأقل حتى 4، قال ما ينجمش على الأقل حتى ركعتين، حتى ركعتين قبل الفجر خير ما الإنسان يتحرم طول من التهجد يعني وما يعمل حتى شيء، حتى على الأقل حتى ألا ما ينجمش يقوم قبل بساعة ونص، أسيدي يقوم قبل بنص ساعة، قبل بساعة غير ربع، يعمل ركعتين ولا أربع ركعات تهجد ويتسحر على رويحته ويصلي الصبح. كما قيام الليل. أي أنا، أي قيام الليل، وهذا وديما قيام الليل قد ما توخر له خير. قيام الليل يبدأ من المغرب حتى الفجر، وقد ما توخر أفضل، علاش؟ لأن الثلث الأخير من الليل فيه قيمة عظيمة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. دعاء أقرب إلى الإجابة في الوقت هذا، رحمة ربي قريبة للناس برشا برشا، والملائكة تنزل ونور كبير يعني كما يقولوا، هذاك أفضل ساعات الأربع وعشرين ساعة، أفضل ساعات اليوم والليلة، رحمة ربي تقرب برشا، وربي يقبل الدعاء ويقبل الاستغفار ويقبل التوبة، وهو اللي يبدأ ينادي في عباده، رغم هو غني عنهم وينادي عليهم ويرغب فيهم، وهما فقراء ليه، وكثير يستغناوا على الفترة هذه ويعطيوهاش حتى قيمة أو يعديوها فيما لا يعنوا. هذا دليل على الغفلة والجهل. أما الإنسان متنبه الفرص هذه كما الأسواق أكل يحب يربح تلقاه من سوق لسوق، يتنقل بسلعته من سوق لسوق، يتنقل بسلعته من سوق لسوق، يغتنم الأسواق باش يربح برشا مال. أنت تغتنم أسواق الخير باش تغتنم برشا حسنات، هذه أسواق نتاع الحسنات. به هذا اللي رغبكم تقريبي ما فيه الكفاية. يجي صلاة فايتة نتاعك في بنية. يا نعم إذا كان واحد عليه صلوات فايتة ويرى أن ما ينجمش يكثر على روحه يجعله يقضي الفوايت، ما ينجمش الفوايت وزينة، يجيني يعمل لك الفوايت، مثلا يجي يصلي نهار كامل قبل الفجر ويبدأ في نيته، لو كان جاء خالص يعمل التهجد ربي ما يحرموش، يعطيه الاثنين يخلص عليه الفرض يعني، يزيد يعطيه أجر كانوا هذوك ما صلاهم نافلة، هذا من رحمة ربي بعباده، يجزيك على قدر النية الموجودة في قلبك. تقول يعني كان جيت خالصة راني نعمل التهجد نتاع 8 ركعات ما نسلمش فيهم، أنت عملت قضيت نهار كامل صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يجي 17 ركعة يعني،
يتحسبوك زاد التهاجر خاطر عملتهم فيك الوقت المناسب هذا بإذن الله. يعني ميحن كيف لدخل الجامع يعمل التحية مسجد وبعد يصلي فرضه، هو زاد الوقت باش يصلي الفرض نوهمه وقت تحية المسجد وأداء الفريضة يحكم له الاثنين، كان وصلى زوج صلوات مش صلاة واحدة. نعم هذاك من رحمة ربي. كيف ليوم القيامة يلقى حاجة وما حاجش خاطر ناوي كان أعطاه ربي المال راهو حاج، واللي يلقى ثواب صدقة وما صدقش يقول يعني كان جا عندي مال فلان فلان هذا نصدق عليه يلقاها الصدقة هذيك. باه هاي سيدي تو مش تكتبوه وصوم شهر رمضان فريضة وصوم شهر رمضان فريضة معروف كتب عليكم الصيام. والاعتكاف نافلة والاعتكاف نافلة. طيب مش نحدثكم على الاعتكاف زدت ما حدثتكمش عليه. والاعتكاف خذناه من النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ايش معناتها يعتكف؟ من الجامع ما يخرج لليل نهار. وهذا مش قلت لكم كيفاش أقل الاعتكاف هو 24 ساعة ليلة ونهار، وما يسمى اعتكاف لما يكون معه صيام. في مذهبنا ما يجيش اعتكاف من غير صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا هو صايم. ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل أيمات اعتكاف وهو فاطر، ما عمل اعتكاف إلا هو صايم. هكا علاش في المذهب المالكي لا يصح الاعتكاف إلا مع الصيام. فما مذاهب أخرى قال ما حدوش الوقت وما يشترطوش الصيام، يقول لك كان تدخل المسجد حتى ساعة من زمان وتنوي الاعتكاف يتسمى لك اعتكاف. قول أنا الساعة هذية مانيش مش يفكر فيها وفي أمور الدنيا حتى شيء، مش تدخل بيت ربي كان العبادة والذكر والصلاة تكهو، قال يتحسب لك اعتكاف. رحمة ربي واسع. هو شنو اعتكاف؟ حبس النفس على الطاعة. قال يعني هاني مش نحبس نفسي على طاعة ربي. قال ما يسالش حتى كان دخلت ساعة ولا ساعتين المسجد يتسمى لك اعتكاف، وهذا من رحمة ربي. يعني ما قلك اختلاف العلماء فيه رحمة. حتى اللي ما نجمش يعتكف بالصيام وليلة ونهار يقول يعني ها مش نمشي مش نمشي اليوم بكري للجامع حتى الثلاثة متاع الليل مثلا، وغادي تسبيح وذكر وصلاة وتلاوة قرآن حتى نصلي صبحي ونروح ونعتبرها كاعتكاف، يتحسب لك اعتكاف على مذهب آخر. ماذا في مذهب الإمام مالك اعتكاف أقل ليلة ونهار ولا بد فيه من الصيام. وإذا مش يعمل ليلة ونهار يعني 24 ساعة يدخل قبل المغرب وما يخرج منه غدوة كان بعد المغرب، يدخل قبل المغرب ويجيب عشيته معه كما يقول كما يقول عشيه وسحور كما يقول عشيه ما يقول كل يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعتكف ويدعو زاد نسيه الاعتكاف كل زوجة من زوجاته تنصب خيمة في الجامع. خيمة وتجيب معه ماكلتها وكل شيء يعني. هذه خيمة عائشة، هذه خيمة حفصة، يعتكفوا معه يعني. لكن صعيب برشا اعتكاف النساء توفيقنا الحاضر في المساجد. اللهم إذا كان مش يعتنوا بهم ويخصوا لهم مكان معين وكذا ويبدأ بإذن الإمام وكذا يعني وتلقى الحاكم مش متشدد على الأمور هذه. في فما زمان لا ينجموا يعتكفوا الرجال ولا النساء، يعني كان الأمر هذا محرمين وخلاص ويحطوا حاجة أخرى ورشة يعني اعتقادات مش باهي. لكن تو لباس يعني الأمور مسيبة شوي.
لكن مرأة إذا مش تعتقد في البيت ما تكون إلا بإذن زوجها، لابد لابد ما فيش إلا بإذن زوجها مهما كان. اي لا اذا كان يبدا مجموعه نساء، مجموعه نساء مع بعض، اما امراه وحده ما تمشيش الجامعه تعتكف وحده وما فهمش مكان مخصص للنساء خاصه. وحدها اللي قال باذن زوجها. قلنا شنو يجوز في الاعتكاف شنو ما يجوز. قال يجوز قضاء حاجه سريعه، مثلا ما فهمش بيت راحه في المسجد ولا قبل المسجد، يوصل فيه على الدار يعني ينقص ماء ويرجع، او ما جابش ماكلته وكذا يوصل فيه، ولا واحد يوصيه يجيب له ماكلته ولا كذا، ولا يعني ولا حاجه اكيده في ساعه يخرج يقضيها ويرجع فقط، وما هو في المسجد ما يشتغلش لا بحديث مع الناس ولا كذا، يعتزل يعني كل شيء ويتلها إلا بالذكر أو تلاوة القرآن أو الصلاة أو التأمل، كهو يعني ما يدخلش مع الناس في حتى حديث وفي حتى يعني شيء، خاطر هو حابس نفسه على طاعة ربي. هذاك يعني كان اختبار للنفس، اختبار نفس، نجمش نقعد 24 ساعة بكلها عبادة لله. هذاك احنا ما عندناش رهبانية في الإسلام، لكن عندنا الاعتكاف هذا أن الإنسان يخلو بنفسه مدة معينة باش يقوي ايمانه ويقوي صلته بالله، هذا المقصود، مش الرهبانيه كي يقعد طول عمره مثلا في مغاره في جبل كما المسيحيين ولا في الدير ولا ما يتزوجش النساء وكذا، هذاك ما فهمش في الاسلام، بل منهي عليه. لانك الثلاثه كلا جاوا قال واحد اني مش نصوم الدهر الكل، والاخر قال اني للكل ما عادش نرقد باش نكثر في العباده، والاخر قال اني مانيش متزوج النساء خاطر النساء يشغلون. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم غالطين على طول، قال لهم انا نصلي ونرقد وانا نصوم ونفطر ونتزوج النساء وتلك سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يعني مش جيب حاجه اخرى مش موجوده في ديننا، ما عندناش رهبانيه، راهو ليس منا الرهبانية هذه عند المسيحيين، وما كتبهاش عليهم ربي. ربي قال ما كتب، ورهبانية ابتدعوها بدع، ما كتبناها عليهم، ما أوجبناها، أوجبها على رواحهم، ولكن ما فلحوش فيها، خاطر فيك الكنائس وكل الأديرة بتاعهم اللي هم عاملين فيها الرهبانية، وقعت برشا فجور وبرشا فواحش وبرشا كذا، خاطر علاش؟ الفطرة بتاع الإنسان هم كبتها. الانسان مثلا عنده غريزه جنسيه، ربي صرفها في الحلال في الزواج، هم قالوا لا ما نتزوجوش، وقعوا في الزواج في الزنا وفي اللواط وفي الفواحش، ولهذا كيف كان جاي طبها عماها هكا. علاش ربي سبحانه وتعالى ما فرضش هالرهبانيه؟ خاطر ما تمشيش مع طبيعه الانسان، يصبر 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 وبعد يفد يبدا مكبوت. ما فهمش كبت في الاسلام، ما فهمش كبت، يعني هكا الشهوات نتاع الانسان الفطريه ربي صرفها في الحلال، هاك تتزوج عندك اجر وثواب، تزنى حرام. ولهذا هاك الرغبات هذيك ربي سبحانه وتعالى اعتبرها واعطى لها مسار في حلال باش الانسان ما يتكبتش. اما اذا كان هو يحب يكبت روحه راهو في الاخر ينفجر، ينفجر ويخسر الكل في الكل. هاك علاش ما فلحوش فيها النصارى الرهبانيه، يعني مخازي وعيوب كبيرة ياسر وقعوا فيها، وجرائم كبيرة وقعوا فيها، يعني كما يقولوا في الظاهر هون متدين ويخاف ربي، ولكن في الباطن حوايج أخرى. أي أنا به هذا هو يعني الاعتكاف. أنا أعطيتكم فكرة، وتنجم المرأة تعتكف حتى في دارها، لو نفرضوا مثلاً وليدتها عرس وبنيتها عرس وكذا، هي ورجلها كهو قالت لازم 24 ساعة هو مش حضر لك فطورك وكل ما لازم كذا، تسمح لي 24 ساعة عندي بيتة خاصة مش نعتكف فيها لله عز وجل 24 ساعة. قالها بر ما يسالش نشجعك باش نعتكف معاك. ولا يجوز الجماعة في أثناء الاعتكاف، ما يجيش مثلا راجل تو معتكف 10 ايام استحج جوزته في ليله من الليالي مشى جامع فسد الاعتكاف رغم الاحلال هو شيء هذاك. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
في وقت الاعتكاف لا يتصل زوجته أبدا، يعني هيك فترة لله عز وجل، هي فترة معينة لله عز وجل، حتى شهوات الحلال نتركها يعني. هذا ايش معنى ما عندوش حد. كان واحد يحب يعتكف حتى شهر رمضان كامل ما يكونش ملموم، إذا كان ظروفه تسمح له ومش تعطل خدمته ومش مش تعطل عياله ومش كذا، بشرط يعني ما يكونش على حساب الغير، ما يكونش على حساب حقوق الغير، أمور كل مرنجية يعتكف قد ما يحب. أما مكروه الاعتكاف طول العمر، منها عليه خطر النبي صلى الله عليه وسلم، على مش يعمل حاجة طول عمره كاكا، طول عمره صايم ولا طول عمره قايم ولا طول عمره معتكف، لا خطر. علاش؟ مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم، خطر. هذا مش يعتكف طول عمره مش اللي معتزل للناس، واعتزال الناس مذموم، خطر. فما واجب الدعوة وواجب التبليغ وواجب النصح، هكا الكل مش تحرم من ما يعمل شيء، جاء صغير وحذاه ولا كذا مثال لعب وشوية وكذا، قال واي بارد تورا وحاته مثال، مش مشكلة. خاطر الصغيرات ديما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته ما يتقلقش منهم، يهز ناي على كتافه ويصلي، كيف يجي يركع يحطها وبعد يهز على كتفه وبعد يعملون كيف جمل، قل نعمل جمل وجملكم، ويطلع على ظهره يعني ويمشي على الكيب ويديه، يعني تصابوا لصبيانكم، يعني احسبوا روحكم كيكم صغار مع وليداتكم باش هما يحبوكم هكا ويميلوا لكم ويزيدوا يشبثوا بكم، ويقول شوف يعني بويا عطيني قيمة وعطيني يقدر وكذا. هذا كداهرة تصابوا لصبيانكم، يعني احسب روحك صغيرة قدام بنيتك والعب معاها وكل شيء وهز على كتافه، وكي تعلمها حاجة كيكا تتعلمها وترسى خير، علمها وانت تلعب معاها خير ما لا تعلمها تقول هاي كتفي دي هاي ما تتحركش رد بيك تلفت. هذاك ضد الفطرة بتاع الصغير، ما يتعلمش الصغير، يتعلمش بالشدة، يتعلم كان باللعب. 7 سنين الأولين علموهم وهم يلعبون، لاعبوا صبيانكم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7، هذه التربية الصحيحة، تربية صحيحة. 7 سنين تعلموا باللعب، و7 سنين بعد توريه الآداب وكذا والأخلاق اللي جابها الإسلام باش ما يوصل ل14 تلقاه متمكن من دينه، وبعد من ال14 حتى ال21 احسبوا صاحبك والخوك باش تتحاور معاه، باش إجا نتفاهموا هالحاجة هذية، نشوفوا شنو هي المساوئ نتاعها، شنو هي المحاسن نتاعها، كان محاسنها أكثر من مساوئها، نتعاملها كان مساوئها أكثر من المحاسن، لو حالينا علموا كيفاش يعمل، كيفاش يفكر وكيفاش يعني يخمم وكيفاش كذا وكيفاش تعطي، يعني احسبوا خوك وانصحوا. قال كيف تدى كيكا ما عادش يعمل أصحابه، يقول لك بابا هم أصحابي، يعني فضل معاهم ويبدأ عندي أي حاجة نقولها لهم ولا عندي أي مشروع مش نعمل نطرح عليهم وكذا، هذاك تكسبوه، يعني تكسبوه ما يفلتش منكم. أما كيف يبدأ فما شدة وكذا وكل شيء بالضرب وكذا، وانت ميزت صغير وما عليك كان تسمع كلامنا وإحنا أكبر منك وأكثر تجربة وكذا ورد بالك وكذا وكذا وكذا، كيكا يولي يحاول باش يفلت، قلت ما نحبش السيطرة هنا، يعني وليت راجل ما تنجم ولا بالحوار، ايش نقعد ونتحاور، خذ كلمه واسمع كلمه، اذا كان الشيء القادم عليه باهي وكذا ومفيد موافقك عليه، واذا كان المضره نتاعك فما النفع يا وليدي هم ننصحك، وبعد راك ما متلومك روحك اذا كان مش صحيح في الشيء اللي انت ماشي فيه، وانا نعرف راه غلطت هذاك، يعني اكثر منك تجربه وكذا، نعرفك راك مش تضرب في حيط كيكا، يولي يقبل منك النصيحة وكذا، خاصة كيف يجرب حاجة هو شد فيها صحيح ويلقاها ما مشيتش بالكدا كما قلت له أنت، يولي يرجع ليك ويقول لك بويا وأمي هم ينصحوني ويعرفوا ما يصلح بيا وكذا، هذاك ما يفلتش عليكم، هذاك إيش معناتها صاحبه 7 حتى ال21 عام، 13 عام مش يولي أهل الزواج وكذا، يعني هاك الوقت عاد يولي وحده يعرف كل شيء. به إيش كتبتوا سيدي؟ شهر رمضان صوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافل، به والتنفل بالصوم مرغب فيه، والتنفل بالصوم مرغب فيه، يعني صيام غير رمضان
أقل حاجة باش الإنسان يكتب عمر كل صايد يصوم كثويمات كل شيء. كان يحب يصومهم في جرة بعضهم، يولي أحسن وقت يختاروا الليالي البيض، الليالي تكمل فيها مقامرة، نهار 13 في الشهر العربي، ونهار 14 في الشهر العربي، ونهار 15 في الشهر العربي، موليت 14 تكمل القمرة، يعني نهار 13 في الليل تكمل القمرة، ويزيد يصوم نهار 14 نهار 15 تبدأ محسوب القمرة شبه كاملة، هكا يسميه الليالي البيض، يعني الليلة تبدأ بيضة بالقمرة، الليالي البيض بهيناكم، واللي يحب يصوم متفرقين، واللي كل 10 أيام يصوم نهاية، ويختار هالنهاية الأحسن باش يكون اثنين ولا خميس. الاثنين نهار تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم احتفال بعيد ميلاده. أنا عن عيد ميلاد في الإسلام لكن بالطاعة مش بالمعصية، فما ناس يعملوا أعياد ميلادهم بالمعصية، يمشوا للوتلة مثلا ويشربوا الخمر، كم يحتفلوا النصارى بسيدنا عيسى، يمشوا للوتلة ويطفئوا الضوء ويعملوا الفواحش، قالوا محتفلين ميلاد سيدنا، يتبرأوا منهم الأنبياء يوم القيامة، تحتفلوا بينا بالمعاصي، كان شبيكم ما تعطوناش. به وإذا واحد يحب يعمل عمر زايد في الصيام، واللي كانوا صام عمرين يزيد 6 أيام تاع شوال، خاطر 6 أيام تاع شوال يعوضوا شهرين، وشهر رمضان يعوض 10 أشهر، يولي اللي صام رمضان وست أيام شوال كانوا صايم الدهر الكل، كانوا صايم عمره الكل، كيف يزيد يصوم 3 أيام من كل شهر، كانوا صايم زاد عمره الكل، يولي عنده عمرين أجر بتاع عمرين، اللي عاش 70 كانوا عاش 140، ولا عاش 80 كانوا عاش 160، يعني يسمى. وهذه البركة في العمر، البركة في العمر أنك في عمر قصير تفعل الأفعال تاع عمر طويل. واللي صادف لي القدر مش عمر واحد، برشا أعمار هيك، يولي 84 عام، كان يعيش 84 عام هو يعبد في ربي، خاطر صادف العبادة في ليلة واحدة، ليلة القدر، صادف ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر 30,000 ليلة، 84 عام وبعض أشهر، يعني ألا عبد ربي ولعملك التهجد للقدر وصل والعشاء في وقته كذا، يعني ما هي ليلة كلها عبادة، يولي كانك عملت 84 عام كلها عبادة ليل ونهار، شوف قداش يزاد في عمرك، وهذيك زيادة العمر، اللي يصل الرحم ربي يزيد في عمره، ولا يسحب زيادة عمره وزيادة أيام، هذا كاين أجل ولا يستأخر ساعة ولا يستخدمه، اللي مكتب له ربي يعيش 80 ما يعيش 81، فهمتوا؟ يعني الزيادة راهو مش في عدد الأيمات، خاطر كل حد مكتوب له 200 يموت بالضبط، أما الزيادة في البركة في العمر، أن تولي تعمل نجم تعمل فيك العمر، اللي ما يعملوش غيرك في مئات السنين. به وتصور انت كل رمضان تصادف اللي تقدر، يولي كل عام نضاف لك 84 عام في عمرك كل طاعه، شوف قداش يولي نجم عندك الاف السنين طاعه. تصور واحد يقابل ربي بعمر واحد يقابل ربي بألف عمر، كلهم عباده، فرق كبير، واحد تلقى في الفردوس الاعلى والاخر في ادنى الجنه. أيوة شبه. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر يجيوا 84 عام، يعني كيف تعبد ربي في الليل هذيك خير من أكثر من تعبدوا 1000 شهر، أكثر من تعبدوا 1000 شهر. هذيك المواسم جعلها ربي أسواق للمؤمنين باش يغمروا، مش أكثر منكم المال، أكثر منكم الحسنات. الناس اللي لهب على الدنيا يمشيوا الأسواق على عجل الماء، والناس اللي لهب على الآخرة يلوجوا على الأسواق متاع الحسنات، والكل باهي، هو بشرط يعني أسواق الدنيا ما تشغلش على أسواق الآخرة، كذا مال حلال مال طيب، راه نعمل مال صالح للرجل الصالح، يجيبوا بالحلال وما فهمش غش وما فهمش كذا وما فهمش أكل أموال الناس بالباطل وما فهمش رداء وكذا، ماله حلال، هذا كان نعمل مال كي مال سيدنا أبو بكر وكي مال سيدنا عثمان بن عفان، هان من أغنياء من أكبر الأغنياء، تسموا رؤوس أموال يعني كما، ولكن مالهم صالح، صالحوا به في الدنيا وصلحوا به في الآخر. سيدي ما يبالي التقدر،
ما فهمش اللي راه اللي تقدر مش حاجه ماديه باش تراها راهو هذا الملائكه الساعه ما يتراوش يبداو الملائكه نازلين انت ما تراهمش شنو باش ترى اللي تقدر شنو هي هو مش تلقى ضوء كما الضوء تاعنا هكا لا انما انت تنجم تدرك اللي تقدر تلقى انشراح في الصدر تلقى هاك العباده اللي قمت بها تلقى هاك لذه تلقى متعه هكا راك عشت اللي تقدر راهي مش حوايج تترى راهي مش تفتح السماء وترى نور هذا الكل ما عندوش اساس من الصحه لا مش صحيح مش صحيح كان هيك راهو الصحابه راهو قالوا راهم قالوا الاذنين تقدر والسماء تشقت وظهر ضوء وكذا حتى صحابي ما قالها لكن كلهم حضروا اللي تقدر وكلهم اغتنموا من اللي تقدر وانشرحت صدورهم اللي تقدر هاك الانشراح هاك تلقى في صدرك وك اللذه وك المتعه نتاع العباده هذيك هي هذيك تسمى انت عشت ليله القدر الامر معنوي راه مش حسي مش حاجه تتشاب بالعين رب سبحانه وتعالى الامور هذه اخفاها ما تنجمش ترى ملائكه وهم نازلين رغم الملائكه بلاش حساب في الليله هكي نازلين ما تنجمش تراهم لا تنجم ترى السماء تشقت لا تنجم ما. هذه امور غيبيه الامور الغيبيه رانا ما نراوهاش في الدنيا ما نراوش الغيبيات بالكل الصالحين ما يراوش كرامات الكرامات ممكن انسان في النوم يرى حاجه كباهيه وكذا يمكن هذا فما كرامات في اليقظه اما تقولش لي ريت ليله القدر شنو دليلك وشنو ريت انت الساعه قل لي خذي ضوء يهديكم ربي شكون قال لك يعني ليلة القدر هو 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 ضوء يترى كما الضوء تاعنا هو فما انوار ما تتراش الملك من نور لكن من نور هكا ما يعطيش إضاءة كما الأنوار اللي نعرفها أنوار من نوع آخر ما تتراش ما تنجمش ما دام إذا كان واحد قال كريت ملك راه يكذب يستحيل باش بشر يرى ملك ما يراه إلا نبي إلا في غزوة بدر وقت اللي نزلوا الملائكة بعض صحابة راهو خاطر علاش يكون ولي هو لا الملائكة ما يراهمش البشر العاديين أولياء في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معجزة أن بعض الصحابة راوا ولهذا باش يعرفوا واحد قتلوا ملك قال يلقاه إذا كان الملك ضربه في عنقه يلقاه حرق في عنقه لأن السيوف من نار وإذا ضربوا على صوابعه تقص صوابعه يبدأ محروقين رؤوس صوابعه هذاك يعرفوا هل هو ملك ظن ومش كل الصحابة رأوا الملك بعض فقط تعتبر معجزة في عهد النبي يعني كرامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاطر نزلوا في غزوة بدر 3000 بعد ولا 5000 انتم 5000 من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هذاك أما يستحيل باش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرى ملك لأنه كان يرى ملك على صورته الحقيقية يموت ما يتحملش حتى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء هم معجزات يعني رب سبحانه وتعالى رأى سيدنا جبريل حتى على صورته الحقيقية راه كبشر وراه على صورته الحقيقية قال وننظر إلى السماء في الأفق راه في الأفق الشرق راه في الأفق الغرب ما في السماء كاملة يعني وقل أنت رسول الله وأنا جبريل هذا بعد ما نزل عليه المرة الأولى بالوحي وقت نزل عليه الوحي ما شافوش يتكلم فيه فقط ولكن ما واش قال يراه فيه وبعد وراه روحه ننظر السماء في كل بقعة يراها سيدنا جبريل أعطاه ربي قوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النجم يراه ما يجرى له شيء أما لو كان أي بشر عادي يرى ملك يصعق يموت سيدنا الصحابة رأوا سيدنا جبريل من في سيدنا دحية أي في سورة رجل يراه ما جاء وقت
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. جاء في سورة رجل أجمل رجل وقته في العالم هو دحية الكلبي. هذا كلا حبوا يتفرجوا عليه وقت هم في خطبة الجمعة وجات القافلة ومعها دحية الكلبي. عاد طلعوا أولا باش يأخذوا نصيبهم من القافلة وثانيا باش يتفرجوا على الرجل الجميل الجمال فائق يعني. هذا ربي قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، اللهو يعني مش يتفرجوا عليك الرجل الجميل، انفضوا إليها وتركوك قائمة. قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولهذا الملك نجم يتشكل في صورة رجل، لكن نجم كان صورة جميلة جدا يعني جميلة جدا. وراوا الصحابة وقال سيدنا عمر برا رجعك الراجل كله دخلته طلع ما لقى حتى حد. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بمجرد ما طلع من المسجد ما لقى وشي، قال حاجة مثلي أما طلع للسماء ولا طلع. ولهذا عدوهم كيف الصعب تعرف إيش تعجبوه. قالوا تو تخلى علينا رجل شديد سواد الشعر أتحلك شديد بياض الشفية بلابس لبيض على الأخر ولا يعرف منا أحد. قالوا كان جاء من بقعة قريبة رانا عرفناه شكون ولا وراء علي أثر السفر معليش غبار خلاص. قال قعدنا متعجبين. كان جاء من بعيد راهم غبر، كان جاء من قريب رانا نعرفه كلنا نعرفوا بعضنا. قعدوا متعجبين مازال العجب نتاعهم وقت قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دين. قالوا توا عرفنا. عاد كانوا قبل يقول هذايا إما طلع من الأرض ولا هبط من السماء. ما يكون جا من بعيد خاطر معليش غبار، وكان جا من قريب رانا عرفناه حاجة مثل إما هبط من السماء ولا طلع من الأرض. سيدي لمش يموت يراه مال عند الموت يولي حاجة أخرى يعني. عند الموت وقت الروح توصل هنا يولي إنسان يتكشف على الآخرة بكلها، يرى حتى من الجنة ويرى النار، وكان مقعده من الجنة يفرح يوريه زاد مقعده من الجنة، وإذا كان مقعده في النار يحزن ويموت على الصفة مشومة برشة يعني. هذا كرا مقعده يعني متين إنسان يولي يتكشف على هالغيبيات وعلى أحوال الآخرة. إذا كان ولا ما عاش ينجم يخبر الناس، لأن إذا وصلت الروح لهنا ما عاد ينجم يخبر حتى حد. من ينجم تقول له هاني قاعد شوف الجنة ولا هاني قاعد شوف النار ولا هو ملك الموت نغزل له. لا هو يولي يرى كل شيء لكن ما عاش ينجم يخبر، خاطر كان يخبر الناس تو الناس يبطلوا أشغالهم كذا ويحفروا قبوراتهم ويقعدوا يستنى بالهوى. لا شنو هكا علاش ربي سبحانه وتعالى استر هالمغيبات على الناس باش الناس يواصلوا حياتهم وأعمالهم وأشغالهم وأنشطتهم وكذا. ما كانش لو كان يتكشفوا على شيء من الآخر يحبسوا معاه. يقول لك هالشيء اللي قادمين عليه هذا ومزلنا مزات الدنيا مش تحلنا ما عادش. وهكا علاش ولهذا حجب الغيب رحمة بالناس. به وش كتبتوا تو؟ 6 شوال الشيء عمر كامل في العباده. قلنا والتنفل بالصوم مرغب فيه. اكتبوا وكذلك صوم يوم عاشوراء. وكذلك صوم يوم عاشوراء. علاش اكد على عاشوراء؟ خاطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويعتبر سنه مؤكده سنه. وعلاش؟ خاطر هو اليوم اللي نجى فيه ربي سيدنا موسى من المغرقه هذيك من الغرق يعني، غرق فرعون ونجا سيدنا موسى وقوم. وكما الاحتفال بنجاة سيدنا موسى كيف جاء للمدينة لقى اليهود حتى هم يصوموا عاشوراء. قال سلم قال علاش يصوموا؟ قال محتفلين بموسى خطر نجيه ربي من فرعون. قال نحن أحق بموسى من يهود، احنا أحق بسيدنا موسى خطر احنا متبعينه، اما اليهود مخالفينه. اليهود مخالفينه واذاوه وعملوا برشا حاجات مش باهيه وما طاعوش ربي وعصاوا ربي وكذا. كيفاش يحتفلوا بموسى يعني يصوموا؟ احنا لا نحتفلوا بصيامه، احنا احق باش نصوموا. ولهذا صام كنهاراته وقال ان عشت لقابل يعني اذا عشت عام اخر لا اصومن التاسع والعاشر باش نخالف ليه. ما هم يصوموا عاشوراء، احنا ولا نصوموا تاسع عاشر. وك على الصيام تاسع باهي مخالفه لليهود. اللي نجم يصوم تاسع عاشوراء افضل من اللي يصوم عاشوراء فقط.
باهي. باهي. اش قال اخر؟ ورجب وشعبان، اكتبوا ورجب وشعبان. رجب خاطر من الاشهر الحرم، وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه برشا. وش يقول؟ ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويرغب في الصيام، مش شهر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهر كامل غير رمضان، انما كان يكفر فيه الصيام، خاصة النصف الاول نتاعو. ولي صوم الاثنين والخميس به برشا، خاطر تسمى مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حصل 8 أيام كل شهر، 8 في 10 80 يوم، كانوا صام 80 يوم. الخميس علاش؟ قال يوم ترفع فيه الأعمال. قال أحب أن يرفع عملي وأنا صايم. اللي ترفع عمله هو صايم، عمله يكون أقرب للقبول، لأن ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. متقين والصايم متقي لله عز وجل. ولهذا العمل نتاعك تبدا صايم يكون اقرب للقبول من نهار تبدا فيه فاطر. يعني خاطر الصحابه يسالوا يدقوا باش يعرفوا الاجور كيفاش. يوم ولدت فيه، لماذا تصوم الخميس؟ ذاك يوم ترفع فيه الاعمال، فيحب ان يرفع عملي وانا صايم. يحبوا يعرفوا الهدف زاد، ها الهدف، يعني شنو الهدف وشنو الاجر اللي مش يحصل من ذلك. ايه ويوم عرفه، يوم عرفه جاء في الشهر ذو الحجه، هاك الشهر اللي فيه العيد الكبير. ويوم عرفه النهار اللي قبل العيد الكبير اللي يوقفوا فيه الحجاج فوق عرفه، على شو يسمى يوم عرفه؟ مرغب فيه برشا، لان يغفر ذنوب عامين، عام سابق وعام لاحق. الذنوب الصغيره بتاع عامين يغفرها، مش شويه. نهار يغفر لك ربي به 700 يوم تقريبا، اكثر من 700 يوم. سيدي يكون الانسان ديما يصلي يصوم الايامات هذوك، عرفات وشوال، ويجي يمرض يولي ما عادش مستطاع للصيام. اي ما يحرموش ربي من الثواب، خاطر لو ناوي لو كان صحيح يواصل. كيف يبدا ناوي لو كان صحيح يواصل، حتى كيف مرض وافطر من اجل المرض ربي ما يحرموش، لانه يعلم نيته. ربي يعلم نيتك صادقه، لو كان كنت في صحه جيده تصوم، يعني ما يحرمكش. ربي سبحانه وتعالى يجازي على قدر النيه راه. ونية المرء خير من عمله. النية ساعات خير من العمل، خاطر فما اللي تلقى العمل نتاعو للرياء، النية نتاعو مقعبجة. هاك علاش يقولوا نية المرء خير من عمله. كي تبدا نية صافية وصادقة، حتى كان يد ما فماش عمل خاطر ما قدرش الإنسان ولا كذا، ما يتحرمش. أما كي تبدا النية مقعبجة، حتى كان يبدا العمل سمح شيء، ما عندوش قيمة. هذا كان نية المرء خير معه، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل ما تنويه من الخير ربي ما يحرمكش منه، حتى ولو ما عملتش، خاطر ما عندكش الأموال ولا ما عندكش صحة البدن ولا ما عندكش الوسيلة باش تعمل. ولهذا إنه الخير تلقى الخير تلقاه. باه ما لا يوم عرفة هو موجة في شهر ذو الحجة، ذو الحجة هو شهر حرام، وكل الصيام فيه باهي. أخطر نهار العيد هكا حرام الصيام، يعني 29 يوم كل صيامهم باهي، وخاصة العشرة الأولاني، خاصة العشرة الأولاني. والعيد الكبير ما يتصامش، والثلاثة أيام اللي بعده ما يتصاموش زاد. بينما العيد الصغير حرام كان صوم العيد هكا، كان تبدا منه غدوه مش تتنفل، تصوم في السته بتاع شوال حتى من نهار ثاني عيد نجم، ولا مش تقضي القديم حتى من نهار ثاني عيد نجم. اما بالنسبه للعيد الكبير ما نصوموش العيد وما نصوموش ثلاثة ايام، الا الحجاج اللي مثلا عنده هد عليه هدي ومش قادر، يعني فقير مش يصوم 10 ايام، يعمل 3 ايام هكا بعد العيد، وكيف يروح يكمل 7 ايام. يجوز كان لك للحاجه اللي مش عليه صيام، عليه هدي، يعني عليه هدي ومش قادر، ما عندوش المال، مش يعوضه ب 10 ايام الصيام، 3 ايام غادي.
فثلاثه من الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. هكا فما لم يجد يعني ما يوجدش الهدي. ولكن النهار الثامن به زاد يوم التروية يسمى يعني قبل الوقفة نهار 8 ذو الحجة و9 ذو الحجة. اللي يصوم من الاثنين خير من اللي يصوم 9 برك، واللي يصوم 9 أيام أكمل الكل أفضل وأفضل. قيل كل نهار يعوض عام يعني يغفر ذنوب عام، ونهار 9 يغفر ذنوب عامين. وها مش أعطيكم حديث جاء فيها هك ليمات العمل قدش فيه فضل وقدش ما من أيام العمل أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله كتسعة ذي الحج. يعني 9 ذي الحج العمل فيها الصالح هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله. هو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع بشيء. كان الجهاد بجميع أمواله وزاد ضحى بنفسه يعني في الجهاد، يعني قدم نفسه وقدم ماله الكل. هذا كبر كيفوت مش يعمل عمل صالح في 9 أيام، أما العمل صالح في 9 أيام ما يفوته حتى شيء. شنو مفرقين؟ هم فجرت بعضهم 9 أيام، هم 9 أيام ما كانوا فجرت بعضهم. فما اللي ينجم يصومهم الكل ولا ما ينجمش؟ على الأقل الثامن والتاسع، ولا ما ينجمش على الأقل التاسع، ما يحرمش روحهم التاسع على الأقل. هذاك يوم عرفة ويوم التروية. والحاج ما يصومش يوم عرفة مكروه، علاش؟ خاطر مشتغل بالدعاء فوق عرفات. الدعاء هذاك أهم شيء، لأن ربي سبحانه وتعالى مبشرهم بالعتق من النار. ما فمش نهار ربي يعتق فيه نار أكثر من نهار هذاك، لأن الحجيج يتضرعوا من وقت الظهر حتى لقريب المغرب، وبعد المغرب هم يتضرعوا ومتوجهين إلى الله بالدعاء. قال يلزم الحاج يكون عنده ثقة أن ربي يغفر له وأن ربي يعتقه من النار، خاطر ربي يحب عبده يظن فيه الخير. أكل يقول أنا ما ظنش كان ربي يغفر لي، رغم ما يلقى كان ظن. ما يحبش ربي اللي يظن فيه السوء واللي يظن فيه قلة الخير. قل أنا ما نتصورش كان ربي يرحمني ولا يغفر لي ولا كذا، ولا كان هو حكم على نفسه بعدم المغفرة وعدم رد بالكم هذا يقول واحد يعني أنا ما نظنش كان ربي يغفر لي، أنا شيء محكوم علي بالنار، أنا كذا، أنا قنطرة من قناطر، برش يقول كاني قنطرة من قناطر الجنة. راهو هذا كما يلقى كان الأنواه. ربي يحب عبده يظن فيه الخير، أنا عند ظن عبدي بي. كيف يظن فيه الخير يلقى الخير. مثلا أنت مش ترقاه بالقرآن، كيف تظن أن القرآن يعني تعتقد أن القرآن يشفيك يشفيك. أما كي تقول شيء ما يشفي كان طبيب. قل لا يشفي لا طبيب لا غير، ما يشفي كان ربي. فما تلقاه يستهزأ بالرقية، يقول لك مريض امشي للطبيب شنو الرقية. هذاك هكا وكان تلقيه ألف مرة ما تفيدوش. خاطر ثقته في الله مزعزع. لازمك تكون ثقتك في الله قوية. وتلقى كيما ظنك. حتى تبدا ضعيف وعندك ذنوب وكذا. وتقول انا نظن ان ربي سبحانه وتعالى يتوب علي ويغفر لي، وهني مش نعزم على التوبه وعندي ثقه ان ربي سبحانه وتعالى يغفر لي، يغفر لك. كي تقول شيء يعني ذنوبي برشا نتوب ولا ما نتوبش مانيش مش نوصل حتى النتيجه ما اي سال. قال يلقى كم شيء كانوا ظنك. لا يأس من روح الله القوم الكافرون، انا وصفوا بالكفر، لا يأس من رحمه ربي وصفوا بالكفر، يعني انت بأيس ما لا تلقى كان يأسك. ما يحبش ربي اللي يظن فيه الشر ولا يظن فيه النقص ولا يظن فيه ما يغفرلوش. قال حتى ما تقولش اللهم اغفر لي ان شئت، قال لي اعزم. قل اللهم اغفر لي مغفرة عزمة، ما تقولش اغفر لي ان شئت. قال ما فهمش مكره لله حتى تقول له اغفر لي ان شئت. ولهذا فهم برشا اداب لازم تكون مع الخالق باش ربي يرحمك. Yeah.
أو قريب نكملوا ما تقلقوش. باهي قلنا وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج. أنا عرفته يوم عرفة راهو لغير الحجاج، الحجاج ما يصوموش يعني مكروه. باهي اكتبوا تو عنوان الزكاة خليها المرة الجاية. سؤال لا تفضل نبدأ من هنا. شكون عنده سؤال تو سمع الدرس؟ شكون قال عندي سؤال؟ تفضل باه فهمش. ايامات فوالد تصوموا ست ايام تاع فوالد كي تحب تصوموا مع بعض وكي تحب تفرقي باهي. وفما سؤال دي تسأل يعني عندي ديون يعني عندي دين مثلا ست ايام ولا سبع ايام ولا كذا نتاع الحيض والكذا مش نحب نقضيه. أما أولا في شوال نبدأ بديني ولا نبدأ إذا كان يرفع إذا كان مزد في بداية شوال أبدأ بدينك وبعد عملك الستات. وإذا كان ضاق الوقت يعني كما نقوله أنت مزد ما خلصش وشوال قريب قال ارغبك الست أيام بتاع شوال وأنا عندك عشر شهور أخرين نجم صوم. خطر الصوم مش واجب على الفور، نجم يعني تفرقوا على 11 شهر يعني حتى في الشهر نهار وانت عندك مطلوبه ب 10 ايام تلقى روحك خلصت قبل ما يجيك الموال حتى في الشهر نهار. هو بالحق هو كيف يبادر واحد خير خاطر يقرا حساب الموت. اللي يقرا حساب الموت ماذا بيه يصوم اليوم قبل غدوه. اي هذا اما هو مادام ما جاكش رمضان الاخر لزال عندك الحق يعني حتى وكان مدة مش خالصة ما يعاقبكش ربي سبحانه وتعالى خاطر ما فاتش وقت الإخلاص. أمتني تعاقب وكان إنسان قادر على الصوم ما عنده حتى شيء يمنع من الصوم وقعد كي كتا ونصوم حتى جاه رمضان الأخر وما صامش وبعد رمضان هكا مات. يولي يطالبوا ربي سبحانه وتعالى بك اللايمات يقولوا شبك ما قضيتهمش شوية 11 شهر. سيدي طول كما تحكي انت اللي يتماطل هذاك وما قداش في رمضان وما عداش الوقت نتاعو برشا بالحق يماطل. تجي واحدة تقول لي عندي ايمات كذا منذ ثلاث سنين وما صمتهمش ولا عند الاولاد لا حمل لا رضاع. هذاك كيف تجي تقضي وتطلع مالا يولي مخطي الا مر عليه عام وما خلصش حتى جاء رمضان الاخر يولي مطالب بالصيام وبالاطعام. أيوة. على كل نهار تطعم فقير فطور وعشاء كذا نجم تلمهم مثل 10 ايام. أيوة. تلمهم تعطي 10 ملك بتاع الناس ما يشارش تعطيهم حتى الواحد برك. ايوه تو كي الواحد مطلوب بايمات صيام مثلا وتعدى عليه عام وما صابهمش ومشي يصوم ويخلص ينجم يعطيهم حتى الفقير واحد. مش كيف ما كفاره اليمين اطعام 10 مساكين لازم تبحث عليهم 10 خاطر كيف العدد اللي توجد في القران لازم تبحث على كعدد كي يقول لك 60 الصيام 60 يوم لا افطار نهار في رمضان متعمد هيك 60 لازم يكونوا يحكوا في بعضهم 60 يوم في يروحوا بعضهم فهمت ولا. واذا ما قدرش مش يطعم 60 مسكين لازم يبحث على العدد 60 مسكين هذه عائله فيها 10 هذه عائله فيها 5 هذه عائله فيها كذا هذه حتى يلم 60 إذا كان ذكروا 10 لابد من 10 وإذا كان ذكروا 60 لابد من 60. أما كي قلت إطعام مسكين على كل نهار مش تصوموا خاطر كنت وخرت وكذا ومخطي تنجم نفسك الشخص هذاك تعطيه الإطعام نتاع اليوم وتعطيه الإطعام نتاع غدوة خاطر على كل نهار إطعام مسكين وينجم يكون هاك المسكين هو نفسه هو نفسه. تنجم تلمهم الكل مع بعض 60 وتعمل لهم كيفاش؟ تنجم تجمعهم كل مع بعض وتعشيها معناتها تنجم نجم كان تحب تستدعاهم 60 هذوما وعندك دار كبيره 60 مسكين سيدي ولا تصبر لهم خيمه. نعم 60 مسكين تلمهم كان تحب تلمهم هي تعرفهم مثلا اي جافي ولا عائلات سيدي سته ولا سبع عائلات يكونوا 60 هاي الليله عشاكم عندي يعني بفخامه ما تبين لهمش الا انت مش تعطيهم صدقه بالخامة بالكدا كيك خير راهو يجوا كل العشاء عندي وتعملوا عشاء باهي بالحم ولا بالحوت نيتك باش تخلص وكرامة لهم هذا ما يشعروش اللي هي صدقة يشعروا اللي هي ضيافة وهذا يكون خير ديما قد ما تعزك الفقير وقد ما تعلي له من قدره راهو خير مثلا
كيف تحطهم مثلا في ماست وترميهم تحت الباب في سال خير ما تمدهم له في يده وخير ما تمدهم له قدام الناس. فما حاجة خير من حاجة ديما، فهمتوا يعني؟ ديما قد ما تكون الأمور سرية وما تظهرش للفقيرة التي قاعدة تمنى عليه ولا كذا، ما خير خير. لا تطلوا صدقاتكم المن والأذى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يبدأ بتعفف على الأخر ولابس بالقدا وكذا، كي ترى تقول هذا لباس عليه وهو قليل على الأخر، قال هذا كي يستحق أكثر من غيره، لأن هذا كم يمد شيده كان يمد يده، إذا ما عطيتوش أنت يعطي غيرك يعطي غيرك يعطي غيرك، أكل ديما يمد يده هذا كي يعطيه الناس. ما أنا عنده شوف أكل هكذا لم يمدش يده وما يتفطنوش للناس، فطنوا كل أقرب الأقارب ليه ولا جاره القريب اللي يعرفوا بالقدا ويدل عليه حتى الغير، يا ناس رأوا فلان محتاج وفلان محتاج وما يحبش ياخذ مباشرة، يعرفني يعني أعطيني يعني نبلغ له كيف يكون خير. سيدي ما لعقوا في رمضان يعطيه ماس ويدخلوا لسم أصلاً تلفزة. أي لا لا الإشهار هكا مش باهي، يقول على تلفزة والإذاعة لا 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 مش باهي، أما كونه يعني كما يقولوا ساعات ما ينجموش حاجات يعملها سرية بالضرورة الغالب، فما سيارة مش تدور والقفاف ومش يدقوا على فلان ومديوا لك القفيف الغالب، خطرة ساعات السرية تولي مستحيلة يعني. إذا نجموا يعني يمشوا في الليل مثل خير في النهار وكذا، في الأوقات اللي يبدأ يفهمش يعني ناس وكذا ويمدها سرية يكون أحسن، أما إذا كان للضرورة ولا مربوطين بوقت ولا كذا الله غالب، إذا جت حتى جهرية لكن مش مقصودة، مش مقصود إشهار وكذا ما يضرش. سيدي مش فلوس خير من القفة، القفة شفاها ما خير فلوس. فلوس خير عندياني في رأياني في رأياني في عصرنا الحاضر فلوس خير، خاطر ربما وليداته ناقصين بشات ناقصين كذا مش تجيه ماكلة، وربما هو حتى ما عندوش فريجيدير شرها مش يعدل، هذا مش يعطيه عشاء وهذا مش يعطيه عشاء 10 عشاوات جملة عندوش مش عم بيهم. ولهذا ديما في عصر الحاضر الفلوس بالنسبة لي يحسن تصرف، أنا ولا ما أعطيش فلوس المحسن تصرف مش يشري بقى دخان ولا كذا، لا إذا كان الراجل مبذر نعطيه للمرأة، المرأة اقتصادية وراجل نعطيه للمرأة، إذا كان المرأة مبذرة والراجل اقتصادي نعطيه للراجل وهكذا. ولهذا ديما الإنسان عينه ميزان، ما يعطيش الحاجة إلا اللي يبذرها ولا اللي ما يعطيش قيمتها ولا يلوحها إلى غيره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.